السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معايا في فيديو جديد معكم مامة عمر. فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل طول الشعر، سهل وبسيط، يناسب البنوتات الكبيرة والعرايس. هنشتغله بخطوات بسيطة جدا. تابعي معايا الفيديو، لو أول مرة تشوفيني انزلي من الاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس ولايك للفيديو. يلا نبدأ على بركة الله. هنحتاج معانا في الطوق بتاعنا اللي هو اللي الطوق اللي السلك اللي بالشكل ده، هنحتاج اتنين، تمام، ومعايا المنظم بتاعي. وهنا هنستخدم الخرز الـ6 ملي، وهنستخدم الـ8 ملي، وهنستخدم كمان الخرز الكبير ده الـ10. تمام، هنبدأ مع بعض. اول حاجة قبل ما ابدأ اشتغل بالخرز، هنا هثبت توكة كده اهو علشان خاطر الخرز ما يطلعش من الناحية التانية. وهنا هبدأ بالطرف التاني، وهبدأ ادخل كده اهو الخرز بالشكل ده. هنشوف العدد اللي هنشتغله، ممكن اشتغل 3 بالـ6 ملي، بعدها 1 8، بعدها 3، وهكمل الطوق بتاعي بالشكل ده اهو، 3 بـ6، 1 8 ملي. شايفين هيروحوا معايا من الناحية التانية كده اهو، وهكمل باقي الطوق كده اهو. ممكن اخد مباشرة كده اهو، هناخد 1، تمام. هفضل اشتغل كده لغاية ما املأ الطوق كله، 3 خرزات من الـ6 ملي، بعدها 1 8، وهكذا لغاية ما اكمل الطوق. تمام يا بنات، اهو بعد ما اشتغلت الطوق كله بالشكل ده، ببدأ اقفله من الناحية التانية كمان بمشبك بالشكل ده. تمام كده، اول طوق معايا هيكون بالشكل ده، وهنخليه معايا كده اهو. وهبدأ في الطوق التاني برضو، هثبت كده اهو مشبك، وهنا هشتغل للخرز الـ8. هقول لكم هنشتغل كام واحدة. وهنا يا بنات بعد ما اشتغلت 20 خرزة من الخرز مقاس 6، هبدأ هنا اهو هشتغل 1 مقاس 8، بعدها المقاس اللي اكبر منه شوية مقاس 10، بعدها 1 تانية مقاس 8، بعدها الكبيرة دي مقاس 12، بعدها 1 8 اهو كده، بعدها 1 10، بعدها 1 8، ونكمل الطوق بعد كده بالمقاس 6. شايفين اهو بالشكل ده، هكمل باقي الطوق بالمقاس اللي هو مقاس 6. شايفين هكمل باقي المقاس
تمام يا بنات، وكده بعد ما خلصنا الطويل هنا معايا قطعتين ستان ومعايا مسدس الشمع. هبدأ اثبت الاثنين. هثبتهم ازاي؟ نخلي بالنا كده في خطوة هنعملها هنا، بس هاخد الاثنين كده مع بعض اهو، هخلي مسافة بين الاثنين كده اهو، انا مش هضمهم على بعض، هخلي مسافة كده اهو تمام، بحيث تيجي كده اهو. فانا هبدأ اشيل كده المشبك تمام، وهثبت الاطواق كده اهو، الطول بتاعهم مظبوط. وهنا هبدأ على الستانة، هحط كده ايه جزء من الشمع اهو، وهي هبدأ اثبت عليها كده، شايفين الاتنين كده، وهقفل عليه. اهو يا بنات الشمع بس ايه سخن كده معايا، هبدأ ايه احط الطرف التاني. هثبت كده، خلي بالنا من الخرز. هقص الزيادة تمام، هثبت الناحية التانية بنفس الطريقة تمام يا بنات اهو. انا طبعا مش هكتفي بكده، لا انا كمان هلف لفة بعرض الستان. انا هنا خدت الجزء اللي من تحت علشان خاطر السنون بتاعت الطوق، فهنا هبدأ ايه اعمل كمان جزء من الستان بالعرض كده اهو اهو تمام. هثبت معايا كده وكمان هاخد نص لفة تاني اهو بس كده، هبدأ اقص الستان الزيادة ناشف من الاطراف كده من تحت، هثبتها كده ايه الشم، وهمسك عليها بالجفت كده اهو الناحية التانية. طيب اخر خطوة معانا ايه؟ اخر خطوة معايا هنا، معايا الفراشات اللي الستان اللي بالشكل ده بنجيبها جاهزة، سواء فراشات او ورد او اي اشكال كده اهو. انا هبدأ ايه اثبت شمع كده وهبدأ اثبت كده ايه عليها الفراشة كده اهو. اهو يا بنات كده ثبت الفراشات من الجنبين بالشكل ده، فبكده بيكون اهو شكل الطوق معايا. شكله جميل جدا، وشفنا الطريقة بتاعته سهلة ومطلوب جدا للعراس والبنوتات الكبار. شكله جميل طبعا، نقدر نلون الفراشات دي زي ما حابين، ونقدر كمان لو مش حابين لون اوف وايت نعمله باي الوان تانية من الخرز. فهي بس الفكرة، وحضراتكم تبدعوا زي ما انتوا عايزين بس كده. دي كانت فيديو النهاردة وكانت فكرة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ريت تعملوا لايك وتشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.